بدأت أولى خيوط هذه القضية باشتباه قوة أمنية بأحد الأكمنة المتحركة أعلى الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة المرج في إحدى السيارات التي لاذ قائدها بالفرار بمجرد اقتراب عناصر القوة منه. وبتفتيش السيارة عثر على سلاح ناري ومبالغ مالية وهواتف محمولة ورخصة التسيير. أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة توصلت إلى أن قائد السيارة يتزعم تشكيلاً عصابياً تخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة، متخذاً من عدد من الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة القاهرة وكراً لممارسة هذا النشاط الإجرامي. تم مداهمة هذه الشقق وضبط 5 من عناصر التشكيل بحوزتهم 17 كيلوغرام من مخدر الفودو وكمية من المواد المستخدمة في تصنيعه وأدوات التصنيع وما يقارب 500,000 جنيه وسيارة وثلاث دراجات نارية. واستمرت الجهود الأمنية بحثاً عن زعيم التشكيل حيث تم الاستعانة بالتقنيات الحديثة للوصول إليه، ولم تهدأ تلك الجهود إلى أن تم التوصل إلى مكان اختبائه بإحدى الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة ثاني مدينة نصر. على الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وآخر كان معه وبحوزتهما أكثر من 5 كيلوغرامات من مخدر الاستروكس وكمية من مخدر الآيس ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع مخدر الاستروكس ومبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي الذي أقر بممارسته بالاشتراك مع باقي عناصر التشكيل. وتم ضبط سلاح ناري خاص به وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 5 ملايين جنيه. وتؤكد تلك القضية التي تشابكت خيوطها منذ لحظة الاشتباه إلى ضبط الجناه مدى إصرار أجهزة وزارة الداخلية على ضبط الخارجين عن القانون، بخاصة تلك العناصر القائمة على جلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة والتي تمثل خطورة على الاقتصاد والمجتمع لتداعياتها السلبية.